So hey guys, a new video. طبعا مرة متأخرة ومرة مستعجلة ماني قادرة أكلمكم زي الناس, I'm sorry. بس اليوم الخميس خواتي انتظروني في السيارة وأنا قاعدة أتكلم معاكم, فعشان ما أنجلد يلا خلونا نطلع. راح نروح كافي زائد راح نروح سوبر ماركت. yeah. صارت كبيرة. ما في أسد. أنا مسوي زي. شوف راح اصور جمايه شو انا اجرب زين حتى قعدت انا عندي كعب بسيط طيب من ذوق مره انا عجبني سو جايز. طبعا اختي فجأة قررت انها تسوي سوشي في البيت والحين هي قاعدة تسويه وانا راح اجهز الطاولة عشان نقعد وناكل فيلا. طبعا للاسف انه ما عندنا في البيت تشوبستكس, كل مره اقول بشتري بس بعدين اقول انه اوه دائما اذا كنا سوشي ناكل من برا, والصراحه اني ما اسوي نودلز كثير في البيت فاقول ليش اشتري, خلاص اذا رحنا مطعم هم عندهم, فشوي تحسفت راح ناكل سوشي بملعقه. حطيت شوكه وملعقه شوكه وملعقه وما ادري صراحه جبت سكاكين بس ما ادري اذا نحتاجهم, يعني ما اتوقع ان نحتاج. تقريبا خلصنا السفرة, هذا الإدمامي بس باقي السوشي والصوصات. I think guys أمانة شوف إبداعات أختي, الصراحة ما توقعت يطلع كذا, مرة حلو شكله. وهذا الصحن الثاني,
صراحة I'm so proud of my sister لأن أبدا ما توقعت أن يطلع حلوك الصراحة. الترتيب صار حوسة، مدري وين أحط الأغراض، بس أوكي لأن في صحن ثالث، هذا الطبق الأخير. I'm so proud والله منها يا أخي. Oh my god، أحس أنه مطعم كمان. Good morning. طبعا اليوم يوم الجمعة. Oh my god، مرة زمان عن فقرة الفطور باليوتيوب، أحس من زمان ما صورت. يلا راح نسوي فطور. طيب الفطور راح يكون عبارة عن أفوكادو توست مع توست حالي. والله ذي الأيام صار ما أقدر أفطر إلا شيء حالي، ما أدري شو السالفة. حتى إذا سويت مالح لازم يكون كذا، مثلا أخذ لي قطعة شوكليت تمر كذا على جنب، لأنه ما أدري أحس أول ما أصحى لازم كذا يمر بالعومي شيء حالي. حاجزين فيلم أورفن الجديد 2، توقع اسمه First Kill شيء زي كذا، ما أدري، بس إنه يا هذا الفيلم حجزنا الساعة 7:45 والحين الساعة 6:15 وبس. والله هذا اللي قلت بقوله، ما أدري ليش دائما إذا يصح. شوفوا حطيت مناكير مرة كيوت البيبي نيلز، حبيت مرة حبيت، يمكن لأن توني مسويتهم فحابة أظافري يكونون قصار، ما أدري، بس إنه عاجبيني. As you can see بدأت الشمس تشرق تغرب. لا والله انا ايش قاعد اقول، ما ادري، بس كذا ما ادري، انه من يوم صحيت وخلصت اديتنج انا من ساعتها على سريري. اليوم اوف، ما في تمرين، ف يا السدحه مهمه طبعا. اكشلي امس شريت تنت، خليني اوريكم ايش شريت. طيب شريت تنت لان التنت حقي كان بيخلص من بابا بوم اللي هو هذا، طبعا مو بنفيت الماركة، اسمها دير دارلينج اي ثينك، ما ادري، بس انه تنت وجربناه طلع حلو مرة، عجبني.
زائد شريت حق هالات العيون، ما ادري حسيته حلو لانه فيه فيتامين سي وزي كذا، فراح اجربه. للحين ما جربته، راح اجربه واقول لكم اذا حلو او لا. بس والله هذا اللي شريته، والحين خلينا نجهز عشان نطلع. طبعا انا شفت الجزء الاول كان مره حلو مره بطل، وانصدمت منها ان هي كلبه لهالدرجه، وان شاء الله الجزء الثاني اقصد يكون حلو. انا اسمع اراء الناس يقولون انه واو، عشان كذا صراحه تحمست وقلت ان نروح له. او ماي جاد، يبغالي حتى ماسكره جديده، امس نسيت اشتري. طبعا لابسه تي شيرت وما ادري ايش يسمونه، ترينج يسمونه اي جس، لانه مره ما نخلق انه شيء يكون ضيق او انه جنس زي كذا. فلسلي كنت لابسه بجامة وغيرت البجامة ثانية، ذاتس ات، بس انها يعني اكشخ شوي، بجامتي كانت وردية وما ادري كيف يعني مبينها حق بيت، بس يعني سينما وزي كذا فلازم شيء يعني مريح جدا. بس تدروني انتظر الدوام يبدا عشان البس شوزي نايك القلوب، لانه من جد متحمسة البسه، احسه كيوت. اللي صورته بفيديو الانبوكسينج اتوقع قبل كم فيديو كذا قريب مرة، والحين تنت كذا نكون خلصنا. طبعا انا قبل كنت احط انه كريم، بس من يوم جا الصيف حسيت انه ابدا ما يحتاج كريم. احط كونسيلر اذا كنت راح اشوف احد غريب مثلا طالع مع صديقاتي زي كذا، بس اذا مع اهلي ورايحه مكان مثلا سينما يعني ما احط شيء. اوكي ام دان، مره عجبيني اظافري. شوفوا انا العاده ما احب الالوان الورديه الصراحه كاظافر، ما احبها علي ولا احب الاظافر القصيره، بس اليوم ما ادري ام ان لاف. يا خلصنا. طبعا مشتهية كيكة ماما مرة، امس مسوية كيكة كذا لذيذة جدا، واحس اني بروح اكل منها لانه اي كانت، واحس اني الحين بروح اكل منها قبل لا نطلع. مرة مرة احس كذا مشتهيتها، بروح اكلها. لا حد كلمني. ترى طبعا كيكة جدا عادية بس انها لذيذة جايز بشكل غير طبيعي. يعني انا اسفة لكم بس ما كذب ان ماما تفوز على الكافيهات والمطاعم، مرة لذيذة. Yellowstone. Yeah. I was six. We saw bears. فطوري المعتاد اليوم يوم السبت، الدراسة بالسعودية كلها تبدأ بكرة الأحد، إنزين بعد الإجازة، بس أنا لا. مش لأن إحنا واو أو أنا واو، ما سجلت موادي لأن موقع جامعتنا معلق تخيلوا، فما قدرنا نسجل مواد فأجلوا الدوام لين يوم الأربعاء، فراح نبدأ دوام يوم الأربعاء، يعني غير عن الشعب الصراحة. فيا ذات سمثينج، وكنت مخطط اني اصور لكم الاسبوع كامل لانه اول اسبوع دوام، بس شكله للاسف اني راح اسويها الاسبوع اللي بعده مره متاخر عن الناس، لانه ما راح اداوم يمكن اول اسبوع، لان احتمال انه يكون عندي اوف الاربعاء والخميس، يعني اداوم يوم واحد وشو الحكمه، فما راح اداوم من الاساس اذا كان عندي اوف. اذا ما كان عندي اوف راح اصور لكم اول يومين يعني الاربعاء والخميس. أنا ما أدري، حاسة إن الناس كلها كذا قاعدة تنزل إن خلصت الإجازة وما أدري إيش، إلا أنا قاعدة I don't have anything to do، وموادي ما سجلتها وباقي ما حسيت إن الإجازة انتهت. وأنا بالنسبة لي ما انتهت الصراحة، يعني I'm sorry للي قاعد يشوفوني هم مداومين، لأني أكيد ما راح أنزل اليوم. فا كي 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 أنت اشتبي الحين، اشتبي من عشبري.
anyway اسمع خلاص اصلا العلم مهم قاعد اقول ما ادري بس اوكي طبعا بخلص وراحت مره وباقي اليوم الصراحه ما ادري ايش راح يكون صراحه صدق اني احس ان الاجازه كانت قصيره مع اني مأجله 3 شهور بس كانت حلوه يعني الصراحه راح اجرب دقيقه اسمح شوي شرينا من الكافي اللي رحت ليوم الخميس وكف شرينا شوكليت فراح اجربه هنا بحطه هنا اختي جربته تقول حلو او ماي جاد سايل او ماي جاد مره ماي لذيذ صراحه عجبني طبعاً راسي صدع لأني ما شربت قهوة أنا ما أدري يعني بستوعب متى أنا لازم أشرب قهوة أول ما أصحى ولا بصدع دائماً أنه أقول أوه راح أشربها بعد التمرين وزي كذا بس دانا خلاص اقتنعي أنك إذا ما شربت أول ما تصحين راح تصدعين أو مثلاً تجي أيام أنا مخططة أني أطلع فيها أشرب قهوة فأقول راح أأجل القهوة وأقعد طول اليوم صدعة متحملة عشان أشرب قهوة لما أطلع الحياة أقصر من أني ما أشرب مرتين قهوة في اليوم فعادي نشرب مرتين شورانا فيا اللي مشتهي قهوة يروح يسوي له قهوة عشان نشرب مع بعض Cheers سو خلصت القهوة والحين وقت التمرين والله أنك كذب ملا وجهك يا أبو الكذبات سو جايز شوفوا انتوا اسمعوني زين اسمعوني والله العظيم ان توني طفيت الجوال انه خلاص ببدا اتمرن توني البس الشوز حقي دخلت علي اختي قالت لي مشتهيه افطر ايش رايكم نفطر برا واكيد دانا ما راح تقول لا حق فطور برا بما اني احب الفطور جدا ف يا راح افطر المره الثانيه سوري جاي او ماي جاد دائما يصير لك كذا كل شيء مفاجئ بالفلوج طبعا هذا التيشيرت مرة أحبه بس للأسف شوفوا هنا صار شيء ما يروح يعني تحسبون إنه وسخ بس إنه أنا كذا إذا شيء أحبه حتى لو إيش صار فيه ما أقطع لأنه I like it فدانا ترى ما حد سأل راح نروح مطعم جديد للفطور بجبل بلد مو الجبل الصناعية اسمه جوش ومرة حلو كذا كأنه شفتوا The Breakfast Club كأنه نفس الفايب عرفتوا كذا بلو وايت مرة مشع ما أدري إيش قاعد أقول بس ما في وقت فأشوفكم بالسيارة أي قص بس لما أخلص I don't know أشوفكم بعدين One egg and bacon sandwich and one oranges. One oranges? Yes. هذا تحت شيلي ذي الأسود
انا عادي عندي صراحه. صوت الماي واو صراحة. تدخل يا رب يدخل. يس صراحة مش شوي كثير ريدي لاني ما خلصت مساع صراحة مرة كثير. جايز طبعا عندي تحسبون انه مرة حر بس الجو عند البحر مختلف جدا. طبعا جايز رجعت من البحر واخذت شاور واحس اني كلين فيا احس اني كذا كيف اقول لكم تعرفون بعد البحر يجيكم كذا استرخاء يكون جسمكم كذا مسترخي. والصراحه اني كنت ناوي اتمرن لما ارجع بس انه ما فيني حيل راح اخليه بكره لان الحياه اقصر من انكم ما ادري بس كنت بقول حكمه الزبده انه بس والله كذا قضيت الويكند حقي الخميس والجمعه والسبت. ان شاء الله انكم استمتعتوا معي. See you soon guys, love you, thank you so much for watching, bye.